أهم شيء بالنسبة لي هو في وقت الحالي تكوين فريق تنافسي. طبعا مجموعة الفريق تغير تقريبا نجم نقول لك 90% باش ما نقولش أكثر. ولهذا أهم شيء بالنسبة لي في المرحلة هذه هو أنه نكون مجموعة تنافسية تقدر تبدأ البطولة إن شاء الله في ظروف لا بأس بها. أما بالنسبة للانتدابات طبعا الانتدابات تمت بارابور النقائص نتاع الفريق، النقائص سواء في الخطوط الثلاثة سواء في الدفاع سواء في نجم نتكلم حتى على الحراس ولا في الوسط ولا في الهجوم. طبعا الخيارات تمت طبعا كما نقولوا احنا فيه معايير. المعيار الاول هو انه المسؤولين كانت عندهم رغبه انهم ما ينتدبوش لاعبين يفوتوا 30 عام. اغلبيه اللاعبين مطلوب انهم يكونوا من 27 عام اقل باش نجموا نكونوا فريق مستقبلي. ولو في لاعبين ربما جبناهم اللي نحتاجوا الخبره بتاعهم والتجربه بتاعهم باش ربما ينكادريو هذو اللي جانب. الفريق تكون ربما من 8 لاعبين بقاو الموسم الفارط، في 15 لاعبين تدبناهم.